الليلة رح أحكي بلسان كل طفل مصاب بالتوحد وقلكن صحيح أنا وحيد وغريب بنظركن، لكن في كتار مثلي بيعانوا من هالمرض بالعالم أجمع. التوحد مش مرض معدي، هو مش خياري، لكن قبول لمشيئة الله. حبوني من غير شروط وخلوني اندمج معكم. امسكوا بإيدي وفتشوا منيح على قدراتي الخفية اللي ممكن تفاجئكم. إذا قررتوا تضموني وبعدتكن عني، ما تفكروا إني ما بحبكن، بس تفهموا إنه اللمس بيزعجني. الحب بحاجة لأفعال أكثر من الكلمات والعبطات. تفاعل الطفل مع محيطه نعمة، لكن نحن انحرمنا هالنعمة بسبب سجان اسمه التوحد يلي قرر يحبسنا خلف جدار زجاجي صلب ويمنعنا من التواصل مع العالم الآخر. بفضل أبحاثها وتكريس جزء كبير من حياتها المهنية للتوحد، ضيفتنا الليلة قدرت تكسر هالجدار على أمل تحرير أطفال التوحد من زنزانتهم إلى المجتمع. سوا منتعرف عليها بهالتقرير. أستاذة بطب الأطفال والمراهقين، الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة الجزئية، مديرة برنامج علم الوراثة العصبية وعيادات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية ببيروت، رئيسة قسم طب أعصاب الأطفال بالـAUBMC، وأستاذة مساعدة بطب الأطفال بالمركز الطبي لجامعة ديوك بولاية نورث كارولينا الأمريكية. بدأت رحلتها التخصصية من الجامعة الأمريكية ببيروت، حيث نالت شهادة البكالوريوس بالعلوم وبعدها درجة الدكتوراه بالطب. خضعت للتدريب بحقل علم الأعصاب وعلم الوراثة العصبية عند الأطفال والكيمياء العصبية بماساتشوستس جنرال هوسبيتال هارفارد ميديكال سكول، حيث أصبحت عضو من أعضاء الهيئة التعليمية حتى عام 1988. خبرتها بمجال تكنولوجيا الأمراض الوراثية DNA RNA microarray اكتسبتها من خلال إجراء البحوث بالمختبر اللي أنشأته بالمركز الطبي لجامعة ديوك. بال2006 عادت إلى لبنان لتأسس معهد أبو حيدر لعلوم الأعصاب بالمركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية ببيروت، وضمنه أنشأت أول وحدة عناية عصبية فائقة وفرع الطب النفسي للأطفال، وكان إلى دور فاعل بالعمل على إطلاق أول منصة مايكرو إيري وأول منشآت تجريبية لدراسة سلوك الفئران. ركزت أبحاثها بال2010 على دراسة مرض التوحد، وأثمرت جهودها على التعرف على الجينات المرتبطة بمرض التوحد بلبنان. خلقت مع أهل وأصدقاء الأطفال المصابين بالتوحد رابط إنساني توعوي عبر تأسيس منظمة Open Minds. أضافت إلى رصيد الجامعة الأمريكية ببيروت إنجاز طبي تمثل باكتشافها دواء لمرض CLN3 اللي بيصيب الأطفال بعمر صغير. برصيدها 4 براءات اختراع، عدد كبير من المنشورات العلمية والمؤلفات، وشاركت بعدد كبير من المؤتمرات العلمية العالمية. ضيفتنا الباحثة الدكتورة روزماري بستاني. وهلأ رحبوا معي بدكتور روزماري بستاني. أهلا وسهلا. تفضل دكتور. أهلا وسهلا فيكي دكتور روزماري بستاني معنا اليوم بـ The Researcher. قبل ما نبلش أسئلتنا رح أسألك عن هيدي النبتة روزماري. عرفتيها؟ أكيد. يلي هي إكليل الجبل. إكليل الجبل. بتعرفي إنه بالقرون الوسطى كانت تعتبر نبتة سحرية للشفاء من بعض الأمراض؟ ومؤخرا بعض الباحثين بأمريكا عم يكتشفوا يمكن في مركب من روزماري ممكن يكون سلاح مضاد للكوفيد 19. سمعتي فيها الخبريه؟ لا. هيدي كثير جديده الخبريه. انا رح اسالك سؤال، بعرف انه والدك كان طبيب. نعم. هل اختيار اسمك روزماري كان صدفه ام مقصود؟ مقصود، ما كان عندي اي امل. انا فلقة توم ايدنتيكال. جدودي بي امي وبي بيي كانوا يعني واحد كان بفلسطين واحد كان بالسودان. اثنيناتهم بعثوا تليجرام. ستي ام امي اسمها روز وستي ام بيي اسمها روز، وامياتهم اثنيناتهم وحده ماري وحده ماري. وقعت دمجوا بعثوا روز ماري ماري. فاذا ما خصها كان بالنبتة روز ماري اللي هي مثل ما قلنا رمز للشفاء. اوكي، اليوم حضرتك طبيبه مشهوره
ومن احد يعني اهتماماتك البحثيه هو التوحد. بدي اعرف هل الطفل المتوحد او الشخص المتوحد عنده القدرات بعدين يصير يحقق طموحه يعني كطبيب او انه هو يصبح طبيب بالمستقبل؟ كل ولد او طفل او ادوليسنت عنده توحد مختلف عن الثاني. في عندك تلتون يلي شوي قدراتهم محدوده، في غيرهم بيكونوا جينيسز يعني عباقره مثل موزارت مثل اينشتاين، هدول كلهم كان عندهم توحد. وفي حتى بروجرامات على التي في بامريكا يلي هي طبيب عنده توحد وكيف بيتعامل بالمستشفى، في يصير عالم، يعني في ليميتيشنز. يعني في التوحد هو بدرجات، بس بدرجات دائما في امل انه يوصلوا لمراكز مهمه بالحياه. في امل دائما بكل شيء. على سيره القدرات، هلا رح نشوف قدرات طلاب، طلابك هن رح بيكونوا رح يتباروا بمسابقه جيم تنشوف قد ايه بيعرفوا بعض المعلومات حول التوحد. جاهزه تشوفيهم؟ في اقول لهم كلمه؟ أكيد، تفضلي. ما تسودوا لي وجهي. فإذا ما تسودوا لي وجهي وجيم. أهلا وسهلا فيكم اليوم. طبعا في عندكم لعبة تحدي، هي أسئلة معلومات عامة، وعندكم المشروع اللي لازم تحكوا عنه بآخر سؤال. رح نبلش بفريق A positive، وعندي غاندي حسن، دانيال شروف، وخليل زيدان. بالميل الثانية فريق هو رينبو بضم تانيا أبي نصيف، عمر شموري، وأماني أسعد. أوكي، طبعا قبل ما نبلش مسابقتنا بدي أذكر هون مشاهدي الـ LBCI، أنتم كمان عندكم فرصة تربحوا 3 ملايين ليرة كاش من خلال الإجابة على سؤال حول موضوع التوحد على صفحة تويتر الخاصة بالـ LBCI مع استخدام هاشتاج The Researcher. تفاصيل المسابقة عم بتمر بهالوقت على كل صفحات السوشيال ميديا للـ LBCI. عودي إلكن طلابنا الأعزاء، رح نبلش أسئلتنا. ما تنسوا تكبسوا على البازر قبل ما تجاوبوا، بس بعد عرض الاحتمالات. السؤال الأول، ابتداءً من أي عمر قد تظهر علامات التوحد؟ من 6 أشهر حتى 20 سنة وما فوق، من 40 سنة حتى 80 سنة، أو فوق 80؟ A positive. أول احتمال من 6 أشهر حتى 20 عام. هما من 6 أشهر حتى 20 عام. جوابك حاسم صح. برافو. وبرصيدكم هلأ 100 نقطة. مننتقل للسؤال الثاني، أي من تلك العلاجات يشملها التدخل المبكر لعلاج التوحد؟ العلاج بالكورتيزون، العلاج الفيزيائي فقط، أو العلاج الحسي الحركي، تعديل سلوك ونطق وانشغالي. جربتوا تكبسوا قبل؟ بس ايه من قبل جربت. ايه بوزيتيف، حالفهم الحظ اكثر المره. شو الجواب؟ اخر احتمال. اخر احتمال، العلاج الحسي حركي، تعديل السلوك، نطق وانشغالي. يعني كلهم بينطبقوا باخر احتمال. من وين جبت هيدي المعلومه؟ من دكتور روز ماري بستاني. صح، برافو. سؤال رقم 3، مقارنة مع الإناث نسبة الإصابة بالتوحد عند الذكور أدنى، أعلى، متساوية؟ رينبو. أوكي، الأعلى. أعلى؟ على شو يعني اتكلت حتى تقول أعلى؟ ليه مش أدنى مثلاً؟ أو ليه مش متساوية؟ إنه نحن بنحكي عن التساوي بين المرأة والرجل، ليه بالتوحد مش متساويين؟ هلا أكيد يعني في اختلافات، نحن ما بنعرف مبني هي يعني شو بالضبط. يعني جوابك مبني على دراسات؟ نعم. جواب حاسم؟ نعم. صح، برافو. فإذا صار عندكم 100 نقطة و 200 نقطة لـ A positive. سؤال جديد، مرض التوحد يرتبط ب جين واحد، جينات عدة، لا علاقة للجينات. A positive، بدي جواب على السريع. جينات عدة، اللي هو ثاني احتمال. جينات عدة؟ صحيح. خلص، جواب حاسم. نعم. كمان صح، برافو. رجعتيني مقابلة. 300 نقطة، بدنا نشد حالنا شوي رينبو، يعني عم يسبوكم صاروا الاي بوزيتيف، بدنا ننتبه منيح هلا للسؤال الجاي. أي من تلك الحالات مرتبط بالتوحد؟ وجع المفاصل، التقيؤ، الكآبة، التعصيب، الصعوبات التعلمية. رينبو. آخر وحدة، الكآبة، التعصيب، الصعوبات التعلمية.
اليوم انتم مكتئبين ولا مبسوطين؟ مبسوطين. جواب صح والكآبة وتعصيب الصعوبات التعلمية. ننتقل لسؤال آخر، هل نسبة الزواج بين المصابين بالتوحد متدنية، متوسطة أم مرتفعة؟ A positive. متدنية. نسبة الزواج متدنية، منا مرتفعة يعني أو متوسطة، يعني أقل شيء هن المتوحدين ممكن يفكروا بالزواج مقارنة مع العالم والجنرال بوبوليشن بتكون متدنية. جواب صح، برافو. كمان سؤال، هل الأسباب الجينية هي نفسها بالشرق والغرب؟ نعم، كلا، أو ما في أصلاً دراسات؟ A positive. لا، ما فينا نتشاور هلا، بدنا نعطي الجواب. ممشور. ثاني احتمال. يلي هو بيقول. كلا. يعني ما في أسباب جينية ذاتها بالشرق وبالغرب، تختلف قصدك؟ تختلف على الأسباب الجينية أو هي ذاتها؟ أعطيني إياها بجملة. لا، الأسباب الجينية متعددة ولكن مختلفة من منطقة لمنطقة. مختلفة بين الشرق والغرب. يعني جوابك حتقول إنه كلا. 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 صح، برافو. خلينا نشوف سؤال جديد، أي من تلك العوارض غير مرتبط بالتوحد؟ عدم التواصل البصري، عدم القدرة على تمييز الألوان، أو التأخر بالنطق. رينبو، شو الجواب؟ ثاني وحدة. ثاني وحدة اللي هي شو؟ عدم القدرة على تمييز الألوان. يعني المتوحد أو الطفل المتوحد أو الشخص المتوحد ما عنده هذه المشكلة؟ لا. بشكل عام؟ لا. صح. جواب حاسم؟ صح، برافو. بينضاف لرصيدكم 100 نقطة والمجموع صار 300 نقطة، رينبو 500 نقطة، A positive. السؤال الأخير مع احتمالات بيقول، ما هي الأسباب الشائعة للتوحد؟ العامل الوراثي فقط، العامل البيئي فقط، أو الوراثي والبيئي معا؟ رينبو. آخر واحدة، الوراثي والبيئي معا. ما بدك تغير رأيك؟ لا. الوراثي والبيئي معا. نعم. دكتور روزماري بتأيديه؟ جواب صح، برافو. 400 500 400 نقطة 500 نقطة. سميتوا فريقكم A positive، ليه؟ حبينا نسمي اسم الفريق A positive لأن الـ A بترمز للأوتيزم يعني التوحد، positive حلو. يعني إيجابية، حبينا نجمع هول الكلمتين سوا كرمال كل ما يكون الموضوع هو التوحد يكون الحديث عنه والفكر عنه إيجابي، وهيك بنكون عطينا التوحد طابع إيجابي. حبيت. طيب رينبو، شو قصدكم بالرينبو؟ فنحن سمينا فريقنا رينبو لأنه مثل ما بنعرف الرينبو أو قوس القزح في تسلسل من الألوان تماماً مثل الشخص المصاب بالتوحد، بيجي عنده تفاوت بالقدرات، منا القدرات اللي بتكون أضعف من باقي الناس مثل القدرات الاجتماعية والقدرة على التواصل، القدرات الحسية والحركية، بس بنفس الوقت بنعرف إنه هذا الشخص بيتميز بعدة قدرات تانية حتى يمكن يفوق فيها أبناء جيله. كمان حلو، عن جد الأسماء كتير حلوين، يعني تفسيرهم كتير عجبني، بس هلا بدنا نشوف كمان الفكرة أو المشروع يلي كل فريق رح يقترحها ونصوت عليها بعدين ونشوف مين رح يربح هذا السؤال. رح نبلش مع A positive. نحن مشروعنا عبارة عن تأسيس مركز بيستقبل الأشخاص اللي مع توحد اللي بيتراوح عمره بين 13 و18 سنة. هدف المركز يكون مرحلة انتقالية قبل البلوغ، يعني بهالمركز حيلا شخص بينمي حيلا قدرات عنده أو مهارات بالمجال الأكاديمي أو المهني. بنفس الوقت المركز بينسق مع مؤسسات بدها اشخاص تشتغل اكيد مهيئه وهالاشخاص بدها هالاختصاصات المعينه، وبيكون بهالشكل الشخص اللي معه توحد صار عنصر فعال بالمجتمع، عنده استقلاليته وقادر يامن مصروفه الخاص. بالاضافه الى ذلك اذا المركز بيكون بيقدر يامن المنامه للاشخاص، ساعتها الحس المسؤوليه والاستقلاليه بينمى اكثر قبل مرحله البلوغ. شكرا. برافو. عندي سؤال لألكم، في ميزانية معينة مثلا بيحتاجها هذا المشروع لتنفذوه؟ هلا هو ديبيندز، نحن اكيد كل شيء حنبلش فيه حيكون شيء يعني صغير، على شيء صغير وانس وي ادفانس وبيمشي الحال اكيد في اكيد يعني لقدام. وانتم مستعدين يعني تكرسوا وقتكم لحتى أكيد. فعلا انه تنفذوا هذا المشروع لحتى يصير فعلا انه واحد يكون حقيقة يعني أكيد. على الارض. اوكي انه اوكي. طيب هلا رح نسمع فكرة رينبو. نحن فكرتنا مبادرتنا بتركز على كيف نخلي مصاب التوحد يعيش حياة طبيعية مثله مثل غيره، من خلال الدمج مش بس بالمدارس، بالمجتمع كمان،
انت لا انا من المدارس نحن بنقترح يكون في شيء اسمه سنسري فريندلي بلاي جراوندز اللي هي بتتفادى المحفزات الحسيه مثل الاصوات العاليه الالوان القويه او حتى الروائح اللي بتزعج مصاب التوحد بتزيد عنده التوتر والقلق بالاضافه لبعض التفاصيل الموجوده بحياتنا الروتينيه مثل مثلا مجفف الايدين بالببليك ريست رومز الصوت العالي بشكل كابوس عند مرضى عند مصابين التوحد او حتى ماشيين الحلاقه عند الحلاقين نحن مبادرتنا انه نعطي جلسات عن التوحد لتلاميذ المدارس والجامعات اللي حيشكلوا المجتمع بعدين يمكن يستقبلوا زباين او حتى موظفين مصابين بالتوحد ومن خلال هذا الوعي الاجتماعي بالإضافة لجلسات التأهيل حنساعد مصابين التوحد يتخطوا كثير من المشاكل وحيساعدنا لقلنا نندمج معهم أكثر كمان حلو كثير يعني أنتوا عم تقصدوا بالنهاية تخفوا الفوبيا اللي عنده إياها المصاب بالتوحد من بعض الأشياء اللي كنتوا عم تحكوا عنها من خلال التوعية بالمدارس الوعي الاجتماعي بكل المحلات مصدر. حلو حلو كثير هلأ رح نبلش التصويت اول شيء لفريق A بوزيتيف الجمهور رح تصوتوا على ثلاث معايير قد ايه الفكره كانت حلوه قد ايه قابله للتطبيق وقد ايه مفيده للمجتمع طبعا بذات الوقت دكتور روزماري بستاني رح تصوت رح نبلش ب A بوزيتيف عندكم ثلاث معايير من 1 لـ10 كل واحد 1 يعني هو اقل شيء 10 يعني هو الماكسيموم تفضلوا دكتور روزماري كمان فيك تبلش تصوتي على تليفونك لفريق A بوزيتيف بانتظار النتائج كيف قلوبنا الحمد لله عندكم فوبيا هلا هيك من الانتظار لا ابدا هي اخر شيء يعني اذا نحن فزنا قلنا فازوا كنا عائله كبيره يعني حلو كثير لانه بالنهايه انا بعتقد المشروعين كثير حلوين وكثير مفيدين اذا بدنا نقول فاي مشروع بيربح يمكن انتم تشكلوا لقوله كمان دعم في حال ما ربحتوا وذات الشيء في حال A بوزيتيف ما ربحوا بيقدروا كمان يدعموكم نحن ناطرين نتائج التصويت وهلا ابتدى التصويت لرينبو فاذا الجمهور وضيفتنا راح يصوتوا لرينبو على المعايير الثلاثه اللي حكينا عنها قبل شوي قد ايه حاسين انكم انتم ممكن تربحوا من 1 على 10 هيك عم نعمل المعايير على 10 قد ايه بتعطوا لحالكم علامه 50-50 5 على 10 معناتها ما بنعرف شيء لا يعني اثنيناتنا بنستاهل اثنين اكيد لا شك انه بتستاهلوا تربحوا بس اذا حاسين انه ممكن بدك تعطوا علامه لكم قد ايه 7 على 10 ايه بوزيتيف اعتقد هيك شيء 7.5 يعني انتوا واثقين من حالكم اكثر شوي اكثر شوي هلا بنشوف على كل الجمهور والباحثة دكتور روزماري بستاني رح يحسموا النتائج. النتائج جهزت رح نشوف هلا على الشاشة التصويت لصالح مين كان A بوزيتيف أو رينبو فإذا التوتال كان رينبو 7.925 مقابل 7.51 لفريق A بوزيتيف فعلا كان احساسكم بمحله لما سالتكم قد ايه متاملين انه تربحوا كانت الاجابات تقريبا قريبه من بعض حتى الفرق ابدا منه يعني واسع مره جديده بدي اذكر مشاهدي ال بي سي اي في عندكم سؤال مطروح على تويتر وبيعطيكم فرصه ربح جائزه ماليه لتكونوا مخولين انكم تربحوا ما تنسوا تحطوا هاشتاج ذا ريسيرشر وتعملوا ريتويت للبوست. دكتور روزماري تفضلي سلمي الجائزه للفريق الربحان رينبو. هيدي اوبستكل كورس لس نمرو. الف مبروك. فاذا مبروك مجددا. كمان فريق اتس ا فيري اكسبنسيف بروجيكت. رح اسالك سؤال ليه ميزتي فريق رينبو عن A بوزيتيف بالسكور اللي اعطيتيهم اياه؟ اول شيء بدي اقول انه المشروعين بياخذوا العقل وفيهم ابداع وفيهم منفعه لكل المجتمع بس اللي اثر اكثر شيء انه اياه معقول فيزبل اكثر و...
يلي بيطبق يعني يلي فينا نطبق يلي شوي معقول اكثر. مش يعني انه الاهميه بتختلف. اكشلي في مشروع مثل ما هن قايلين، بس يعني لاعطيكم فكره، تكلفته لانه درسناها بتطلع فوق 30 مليون فريش دولار. بقى الفيزيبيليتي او الاحتمال انه شيء يتطبق كليا هن كانوا كثير اكثر من. بتمنى يلي عم يحضرونا هلا سواء كان يعني بالخارج، اللبنانيين الموجودين بالخارج او بالبلدان العربيه، يقدروا كمان يدعموا مبادره اي بوزيتيف حتى تصير حقيقه. المبادرتين مهمين، وإذا أنا الله بيسمع صلواتي بدي المشروعين يتطبقوا إن شاء الله بإذن الله. بريك ومنرجع. عودي لكم مشاهدينا وداري سيرتش، مكمل معكم اليوم. عم أحكي مع روزماري، الطبيبة الناجحة جداً والباحثة. بس روزماري الطفلة بمين تأثرت لحتى حققت طموحها وصارت بالموقع اللي هي اليوم فيه؟ منشوف قصتها. روزماري أو بنت الحكيم، هاللقب لحقها من هي وصغيرة، وارتبط اسمها باسم بي الطبيب يلي كانت ترافقه بزياراته للمرضى ببيوتهم وتتسمع على إرشاداته ووصفاته، وكانت تشوف فيه إضافة للأب الحنون، الأمان للناس، المحبة للمرضى، والبطل للمهنة. من طفولتها جذبت للطب واختارت التخصص بطب أعصاب الأطفال، وتركزت أبحاثها على قطبة مخفية بتهدف لتشخيص مبكر لمرض التوحد وأعطاء علاج بشكل مبكر. قررت أتخصص بالأمراض الوراثية اللي بتصيب أعصاب الأطفال، وعملت سنتين بمؤسسة تابعة لماس جنرال وهارفارد. واحدة من الأشياء، كان في مركز كبير هيك مثل الطبيعة إذا بتتذكروا العصفورية كيف كانت، بيوت بيوت، وحاطين فيها أولاد صاروا كبار يلي عندهم أمراض وراثية مأثرة على الدماغ، مأثرة على التطور تبعهم، وكان في فريق فظيع الشكل يعتني فيهم. كل ما حدا منهم، هدول أهلهم تركينهم على الحكومة تهتم فيهم، وهالنرسات والصبايا والشباب اللي يهتموا فيهم، كل واحد يعملوا له عيد ميلاد يهتموا فيه، يجيبوا لهم هدايا. ونحن هون شو كان؟ كان الحرب بأضرب أيامها، يعني ما نقدر نتلفن. وبيي قال لي ما بدي اياكي ترجعي من أمريكا أبدا، حلفت يمين لما شفت معاملتهم، إذا الله خلاني إني أرجع على بلدي بدي أعمل شيء لساعد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدي. وهيدا كان كتير زمان قبل ما أرجع على لبنان. من الولايات المتحدة الأمريكية وحدت جهودها لتهزم مرض التوحد، وهون كان التحدي الكبير. بنت الحكيم أثبتت جدارتها وأحرزت تقدم كبير لتحقق إنجازات واكتشافات طبية متقدمة وسريعة ما كانت بالحسبان. بين أمريكا ولبنان كان للدكتورة روزماري وقفة تأمل، وأخذت قرارها بالعودة للبلد اللي خطيت فيه خطواتها الأولى، وقررت الاهتمام بأطفال مرضى التوحد بالطرق الحديثة والمتقدمة اللي بيشددوا عليه بالولايات المتحدة الأمريكية، الشيء يلي شدها للعودة للبنان لتساعد بتعزيز الصحة والرعاية وخدمات إعادة التأهيل والتعاون بين قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية. الدكتورة بستاني تخطت بأبحاثها أهم الدول المتقدمة، حققت الكثير وبرهنت حقائق طبية مع فريق عملها الكبير، وأثبتت إنها جديرة بالثقة العالمية، وأعطت أمال واعدة وكبيرة لمرضى التوحد بكل أنحاء العالم. يعني قصة فعلاً هيك ملهمة لهيدا الجيل. بنت الحكيم سموكي، قد ايه بعده هيدا اللقب هيك بتحسيه هو الدافع لإلك لتشتغلي أكثر بهيدي المهنة أو لتعطيها أكثر من قلبك؟ طبعاً هيدا دافع مهم. توفوا أهلي ودايماً بفتكر فيهم، وك
كل يوم الصبح لما صلي بشكر كل الأشياء المنيحة بحياتي، وأول شيء بشكره هني أهلي وتربيتهم لإلي شيء كتير حلو. هلا رح نفوت شوي بالأبحاث وبالأشياء العلمية. يعني بنحكي عن التوحد، الأطفال المتوحدين، إذا بدنا نحكي عن تأثير الإصابة بالتوحد على الأطفال. هلا أسباب التوحد عبر الأجيال اختلفت. كانوا أول شيء يلوموا الأم، يقولوا الأم جامدة وباردة مع الأولاد. مع الوقت والزمن تبين إنه أكثر إصابات التوحد فيها سبب جيني، بس ما يعني إنه البيئة ما إلها تأثير. البيئة طبعاً إلها تأثير، مثلاً الولادة المبكرة، الالتهابات خلال الحمل، الاشتراكات عند الولادة، صعوبة البلع والمضغ عند الرضيع، كون الشخص ذكر بدل أنثى، هذه كلها بتأثر. هذه عوامل، بس إذا نحن بدنا نحكي إيه؟ يعني تأثير إنه هيدا الإصابة على الطفل، يعني هو كيف بنعرفه إنه متوحد وغيره، كيف بتأثر عليه هيدا الإصابة؟ بتأثر على أول شيء التطور تبعه بيتأخر بغالب الحالات، من في نطاق الكلام، التواصل مع أهله، الروحة على المدرسة، حياته الاجتماعية، كيف الدمج بالمجتمع بيصير، مجالات التعليم، الشغل بعدين، تأثير وبيأثر على العائلة وبيأثر على المجتمع، كلفة للأهل ليقدروا يهتموا بطفل عنده توحد باهظي يعني ماديا ومعنويا. ماديا ومعنويا، ومعنويا أكثر من المادي. يعني كثير من العيال بتتفكك لأنه الستريس إنه يكون عندهم ولد توحد كثير صعب. بعرفك نشيطة كثير بالأبحاث، وعندك مجموعة أبحاث كبيرة. شو تفاصيل الأبحاث اللي نفذتيها بالجامعة الأمريكية حول التوحد؟ أنا لأكون صريحة، أنا كنت أشتغل بالأمراض الوراثية اللي بتأثر على دماغ الأطفال، والتوحد كان دايماً عندي خبرة بالتوحد، بس ما كنت مركزة على التوحد. بس لما رجعت على لبنان من شي 15 سنة فاجأت قديش عم شوف كنت أطفال بالعيادة عندهم توحد. جيت فتش لشوف إذا في، وكنت كتير اتعذب للاقي لهم شي يساعدهم. مثلاً بأمريكا كل شي منظم، ولد عنده توحد في هيدا المركز المشهور، في الدولة والوزارات بتدفع عنهم للأهل، جمعيات كمان بتهتم. مش جمعيات، لا، الحكومة والوزارات وشركة التأمين. جيت على لبنان ما في شيء، لا شركة التأمين بتساعد الأهل بالدفع عن الأشياء الضرورية لأطفالهم، الوزارات والحكومة في قوانين بس مش مطبقة. بعدين لقيت انه ما في، يعني ما في مراكز، خاصه مراكز بقلب مستشفى جامعي يلي فيها تلملم كل العوايز لهالطفل ولهالعائله بفرد محل. يعني كل هالمعاناه اللي شفتيها حولت لك مسارك اذا بدك البحثي او العلمي، تتركزي اكثر نوعا ما على التوحد. بلش اهتمامي بالتوحد القوي بلش من 11 سنة. شو اشتغلتوا بالضبط؟ يعني كأبحاث حتى نعرف أنه شو تطرقتوا له أو شو النتائج اللي طلعت معكم؟ أول شيء لقيته، يعني انقذت، طلعت بكل الديتا بيسز لشوف نسبة بلبنان. لما أنا بلشت اهتم ما كان في دراسات بلبنان عن نسبة التوحد بلبنان، في بالغرب وفي بأوروبا وفي بالصين وفي كان من عمان ومن اليمن، وهون ما كان فيه. يمكن لأنه منه مرض شائع، يمكن بيعتبروه بلبنان، ما بعرف إذا ما مش مرض شائع أو الوعي، التوعية هي أهم شيء. بقى أول شيء عملته والتجأت إلى زميلتي الدكتور مونيك شعيا مشان نعمل دراسة لنشوف النسبة، وعملنا دراسة أبحاث يعني كتير موضوعية. رحنا على الحضانات بكل لبنان وعطينا مثل استماره للاهل، للام ارجح الام تعبيها يلي فينا نشخص منها التوحد بعمر مبكر. اوكي، ودرسنا اول شيء لانه في الحضانات بلبنان مسجله بالوزاره، نحن نقزنا لانه طلعت نسبه التوحد كثير عالي وقريبه من اللي بتشوفه بالبلدان المتقدمه. قد ايه تقريبا؟ يعني بجبل لبنان وبيروت كل
كل طفل تحت الأربع سنين، كل طفل بين 66 ولد، ولما عملنا الدراسة لكل لبنان صار كل طفل ب 68 ولد، يعني واحد على 68 تقريبا. وقتها كانت النسبة بالغرب كتير قريبة، يعني كانت ولد بالستين. هلأ مع الوقت الدراسات المتقدمة برا صارت النسبة مثلاً بأمريكا 2017 و2018 النسبة صارت واحد بكل 49 ولد، وهيدي النسبة كل ما زاد الوعي عم بتزيد، لأنه الوعي زاد كمان. واحدة من الدراسات اللي عملناها يلي هي كتير مهمة أنه بأوائل عملنا دراسة، يعني طبعاً بس بلبنان فيك تعمل هيك دراسة، في عندك أطفال يلي قدروا أهلهم يأمنوا لهم المبادرة والتدخل المبكر، وولاد ما تأمن لهم، ونقارن مع الغرب وطلع أنه وعملنا صورة للدماغ MRI مفصل بيورجي المادة البيضاء بالدماغ، ولما تعمل كان كل الدراسات يقولوا انه الام ار اي او الرنين المغناطيسي ما في فرق بين طفل عنده توحد وطفل طبيعي، واجمالا مزبوط. بس في نوع دراسه يلي اسمه ديفيوجن تنسر ايمجينج يلي بيورجي التكتلات الالياف بالماده البيضاء بالدماغ. لما عملنا هيدا التشخيص لقينا انه الام ار اي الطبيعيه العاديه نورمال، بس لما نطلع على الالياف بالماده البيضاء في فرق بين الأطفال اللي عندهم توحد والأطفال اللي ما عندهم توحد. حلو كتير. أوكي؟ وبعدين صار في عنك عملنا دراسة على 6 أشهر وبعدين على سنة إعادة تقييم الفحص السريري للأطفال وتقييم الدماغ، لقينا في 21 منطقة بالدماغ يلي التكون الفيزيائي والجزئي تبع المادة البيضاء مضروب بيختلف عن الطبيعي. وبعدين عملنا نفس الدراسة، طبعاً دايماً منقارن مع أقرانهم نفس العمر على 6 أشهر بعد التدخل المبكر وعلى سنة، ولقينا أنه التدخل المبكر مش دواء مش حبة مش إبرة، عمل تغيير وتحسن بالمادة البيضاء بالدماغ. وليش؟ ليش؟ لأنه في بنسميها بالإنجليزي plasticity of the brain، هو والطفل تحت الأربع سنين في ليونة ومرونة للدماغ، يعني الكونكشنز فيك 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 تفعل فيهم، فيك تغيرهم، البيئة فيها تغيرهم. فإذا البيئة عامل أساسي إنه نقدر نغير بالطفل المتوحد للأفضل أكيد. يعني إيه للأفضل، بس مش بس إنه هني صاروا أحسن، إنه دماغ عم يتغير، يعني كمان. مثل حدا عم تعطيه إنسولين أو حدا عم تعطيه دواء ضغط، وهيدا كان الدافع الأكبر إنه أقدر إنه عملت هالدراسة إنه يحسوا على دمهم الوزارات والانشورنس كومبانيز انه ان شاء الله لازم تدفعوا عبر الريسيرش. ما بيدفعوا يعني. ما بيدفعوا عن العلاجات ابدا. ما منهم الاهل من جيبتهم بدهم يحطوا. ان شاء الله يسمعوك يعني بريسيرشر. هلا هيدي تعتبر هيك صرخه علميه اذا بدنا ايه صرخه علميه. عملتوا دراسات حول الزواج من الاقارب مثلا، هل هذا الشيء كمان بيؤدي لارتفاع الحظوظ بالاصابه بالتوحد؟ مثل ما بيقولوا مصائب عند قوم عند قوم فوائد. اوكي هيدي هلا رح لكم اياها. مصائب قوم عند قوم فوائد. فوائد هيدي بروفيرب كثير حلوه. بلبنان عندنا تجاوز بين الاقارب كثير عالي بكل الاديان بكل المناطق، طبعا بتختلف من منطقه لمنطقه. صحيح. مش بس هيك، شيء ما بيعرفوه اللبنانيين، الجغرافيا تبع لبنان انه البحر من ميلي والجبال من ميلي، يعني جبرت الناس انه تتجوز من بعض، حتى ناس اللي هن ما بيعترفوا انه اقارب. في هيريتابيليتي فاكتور موجود باللبنانيه، يعني بتاخذ حدا من الشمال شيعي والمراه مورانيه من الجنوب، اذا بتطلع على الجينز تبعهم مثل اكنه مرات بنلاقي كانهم اولاد عم. وهيدي غيري مش انا عامله هالدراسات، ورجوا انه بلبنان لما تتجوز حدا غريب من عائلتك مثل اكنه عم تتجوز ثيرد كازن او سكند كازن. يعني انت بتنصحي بالزواج من غير بلد اللبناني؟ كل ما كان ابعد كل ما احسن. تلاميذي كلهم بتطلع بسالهم متجوزين بقول لهم اوعى تفتحوا حدا بقربكم. وانا يعني كلنا. فاذا في دراسات يعني هي بتاكد انه يعني مش مفروض الواحد يتزوج من اقرباء.
ايه الامراض الوراثيه بتزيد بتزيد بتزيد, بتزيد نسبه انه كلنا نسبه الاصابه بالتوحد. كلنا عندنا غلطات مطبعيه بالجينات. صحيح. اشياء بتجي من الام واشياء بتجي من البي. لما نتجوز ابن عم او بنت خال الاحتمال انه يكون نفس الغلطه موجوده بالاب وبالام بتزيد من النسبه. هلا وين السيلفر لايننج؟ يعني وين الفوائد؟ فوائد وين تجي الفوائد؟ نحن فقرة هون، ما عندنا كثير مصاري للابحاث. للابحاث بامريكا يعني مثلا درسوا لقيتوا عينات يعني ساعتها درسوا 12,000 عائلة ولقوا مثلا 16 جين، يعني نسبة النجاح عندهم بين 0.6 و 3.6%. عندنا نحن فقرة معطرين، 8 عيال نقيناهم على الطبلية ودرسنا صرنا ملاقيين 4 جينز جداد. هيدي الفائدة كانت هيدي الفائدة للابحاث هيدي البروفرب. اوكي. بتعرفي أنه الجمعية العامة للأمم المتحدة هي خصصت يوم عالمي للتوحد من شأنه يدعم المريض المتوحد ويحسن له كمان نوعية حياته. كمان عندنا بلبنان فنانين كبار كرسوا جزء من وقتهم لدعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزهم الفنان والممثل والكاتب المبدع جورج خباز. نستمع لمداخلته بهالتقرير عبر زوم. مساء الخير للجميع. مساء الخير دكتور بستاني، أنا كتير سعيد إنه موجود معكم. يمكن أنا مش صاحب اختصاص بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن أنا كان عندي تجربة كتير أثرت بحياتي عبالي إنه أحكي عنها. هي تجربتي مع الشباب والصبايا اللي عندهم احتياجات خاصة من خلال مؤسسة أكسوفيل، هالمدرسة اللي تعنى بالشباب والصبايا اللي عندهم احتياجات خاصة. بيتصل فيي صديقي ربيع فريحة وبيقول لي إنه عم يعملوا مسرح أو تيرابي من خلال المسرح لهالشباب والصبايا، وعبالهم أنه شاركهم أنا بدور ما هيك منعزز له ثقتهم بنفسهم، بحسوا حالهم محترفين أكثر. وكلنا منعرف أهمية المسرح على تعزيز الثقة بالنفس وعلى تنمية قدرات الشباب والصبايا. أنا بروح لهونيك وبخفي عليكم حتى زيد على السيفي تبعي إكسبرينس جديدة، تجربة جديدة بعالم المسرح. كيف بدي أشتغل مسرح مع الشباب والصبايا؟ وإذ بعلق هناك بعلق بصدقهم، بعلق بعفويتهم، بعلق بمحبتهم يلي ما فيها أي زغل. بتصير القصص إلى معنى آخر لما بتعيشي معهم وبتعرفي كيف بيفكروا وكيف بيعيشوا. فقررت أني أعمل فيلم غدي يلي بيحكي عن النظرة المتخلفة للمختلف، أنه إذا نحن مش قادرين نتقبل حدا خلقة ربه، كيف بدي أتقبل حدا من غير دين أو من غير طائفة أو من غير معتقد أو 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 أو. وكان معنا إيمانويل خير الله بطل الفيلم اللي حمل الفيلم على كتافه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة يلي ثبت أنه هالشباب والصبايا فيهم يندمجوا بالمجتمع بأي مجال من المجالات. وهذا الشيء انعكس على طبيعة الفيلم، انعكس على طبيعتي، وبنفس الوقت في كذا مساج بقلب الفيلم بيحكي عن الحاجات الخاصة تبعنا كلنا. كلنا ذوي احتياجات خاصة، ناس احتياجاتها روحية، ناس احتياجاتها فكرية عاطفية إنسانية عائلية، ونيالها اللي حاجته مبينة. للأسف مجتمعنا بعرف بعده ما بيعرف يتعاطى مع الاختلاف، الاختلاف بكل أنواعه. وبعض الأهل يلي مش مدركين لهالنعمة اللي هن فيها بيعتبروا حالهم معاقبين. حبيت أقول بهالفيلم أنه أنتم مش معاقبين، أنتم مختارين لينزرع ملائكة ببيوتكم. بعرف أنه الجمرة ما بتحرق إلا مطرحها، وفي صعوبة كتير باليوميات وبالتعامل، ولكن الحياة بيكون لها معنى آخر لما بنتعرف على هالشباب والصبايا. أنا جداً سعيد وبقدر أشكرهم واحد واحد، يلي بعرفهم واللي ما بعرفهم، لأنه كلهم بنفس الليفل الروحي. بدي أقول لهم شكراً كتير، أنتم غنيتوا لي روحي وغنيتوا لي حياتي حتى غيرتوها للأفضل وللأحسن. فحبيت أحكي بس عن هالتجربة، يمكن بين هلالين بعيدة عن النقاش العلمي، ولكن حب أقول قديش روحهم تقدر تعطينا وكيف لازم نتعامل معهم كناس. لأنه لما منعرف نحن نحبهم منساعد أهلهم أنه يقدروا تكون مسيرتهم معهم أريح بكتير. دكتور روزماري، فعلا يعني رسالة مهمة بعتقد من فنان بحجم يعني جورج خباز. هلوي قال أنا ما عم حطها بالنقاش العلمي، بس أنا بلاقيها من ضمن النقاش العلمي، يعني لأنه كمان تعملي مسارح هيدا أو تدمجي هدول الأطفال بالفن
ممكن يساعدهم يتطوروا أكثر. شو رأيك بالموضوع؟ أنا رأيي هيدا شيء كتير مهم، ممكن بدي أحكي عنه، إنه طبعاً التدخل المبكر هي أول ستيب. تاني ستيب هو الدمج بالمدرسة وبالحضانات. تالت ستيب هي الدمج بالمجتمع، ويصير عندهم مجالات شغل. واللي برهن لنا إياه، وأنا بعرف من حياتي ومن شغلي كل يوم، إنه تعرف الناس بيفرقوا، إنه ما بدنا مي، أنا ما بدي ابني يكون مع واحد ما بيحكي منيح أو ما، هيدي بتغنينا يعني، بتعطي ساتسفاكشن للروح، رضا ومحبة ورضا وكتير منيح للأطفال وللأكبر من الأطفال إنهم يندمجوا، لأنه كلهم يبقوا في طيبة فيهم وفي محبة فيهم وبيتقدموا وبيتحسنوا. يعني هيدي it enriches us، يعني بتغني الشخص اللي بيتعامل معهم. صحيح، يعني التعامل حتى كمان مش بس مع الأطفال إنه المتوحدين، بتغني الشخص مفيد لكل المجتمع، حتى كمان لإلكم أنتم التعامل مع فنانين مثل جورج خباز، يوصلوا يمكن جزء من رسالتكم بالمجتمع من خلال المساعدة، يعني عبر دمجهم مثل ما قلنا بالفن. إيه؟ يعملوا مسرحيات أو يعملوا نشاطات اجتماعية. أنا طبعاً شفت الفيلم، بس عملنا مبادرة كتير حلوة مع Open Minds، هلأ بنحكي عنهم بعدين. وهيك اجتمعت وتعرفت عليه للفنان. عملنا إنه كيف بدنا نعمل شوك للبلد، إنه صدمة إيجابية. إجتني الفكرة إيه؟ أنه نعمل مثل فيلم فيستيفال وسميناه special people at the movies. جمعنا الأفلام مثل غدي ومثل رين مان ومثل عن حالات توحد My Name is Khan، شي 20 فيلم. وعملنا سيشنز، مثلاً عزمنا كل أولاد المدارس وفتحناه للمجتمع، وصاروا يجوا البصات وهالولاد يحضروا. وعملنا مثل بيلبوردز بكل بيروت كبيرة لحتى نزيد الوعي. وهيدي كان شيء كتير حلو، من أحلى الأشياء اللي عملناه. ممتاز. عبر The Researcher أنا بدي حيي الفنان والممثل والكاتب المبدع جورج خباز. رح نكمل حوارنا أكيد، في عنا محور ثالث، ولكن رح نتوقف للحظات مع البريك وبنرجع. نستكمل حوارنا مع الباحثة والطبيبة دكتور روزماري بستاني. إذا سألتك تسمي لي هيك أهم إنجازين بالأبحاث حول التوحد توصلتوا لألون أو عملتوهن، غير كيف التدخل المبكر بغير تكوين الدماغ، في اكتشافين بدي أحكي عنهم. واحدة من المشاكل عند أطفال التوحد إنه في عدم التواصل البصري، بقى حبينا ندرس كيف بيختلف التواصل البصري عند الأطفال الطبيعية والأطفال اللي عندهم توحد، بالاشتراك مع الدكتور كريستيان حداد يلي هي حكيمة عيون للأطفال. في مكنة فيها دغري تشوف قديش الولد بده وقت ليركز على شغلي وقديش بيضل مركز عليها. ولقينا من الأول لما اطلعنا على البنات والصبيان إنه اللي عندهم توحد بيطولوا كتير ليركزوا على شغلي، بس بعدين التركيز ما بيضاين. هذا كان فرق. وحتى لقينا فروقات بين البنات وبين الشباب. مثلا البنات عندهم مشكله ليتابعوا التحرك الافقي، بس عند الصبيان ما في فرق. في شغله ثانيه كثير هيك مهضومه، انه الاطفال اللي عندهم توحد بيحبوا الكمبيوترز، بيحبوا الالات، بيحبوا الاوبجكتس. عندنا صوره للشمبانزي قدام كمبيوتر، الاطفال يلي طبيعيه بيطلعوا أكتر شيء على الشمبانزي. الأطفال اللي عندهم توحد بتشوف نقط البصر كلها على الكمبيوتر. يعني عنا هيك إشياء يلي كمان هيدي بتسمح بتشخيص مبكر، لأنه هيدا الفحص بياخد 5 دقائق ولا حتى 5 دقائق، وكتير مهم. هيدي واحدة من الإشياء. الاكتشاف الثاني، الاكتشاف الثاني يلي هو كتير عزيز على قلبي، لأنه أنا هيدا
واحدة من الأشياء اللي درستها اكتشاف جينات جديدة بالشعب اللبناني يلي لها علاقة بالتوحد. مثل ما ذكرت قبل درسنا بس 8 عيال لأن ما كان عندنا مصاري ندرس أكثر، مع أنه جمعنا عندنا فوق 1400 عائلة بس ما فينا لأنه مكلفة. نقينا 8 عيال ولقينا 4 جينات، وحدة من هالجينات لقينا الغلطة المطبعية والبروتين، يعني إذا بدك الجين المذنبة بهيدي العائلة، لقينا شو شغلة هالبروتين طبيعياً، يعني لما الخلايا تكون طبيعية وين بتكون موجودة وشو بتعمل. اكتشفنا هالشي، وهيدي الجيني الغلطة المطبعية مرات بتكون إنه تبقى الخلية عم بتكون الـ DNA ليعملوا البروتين اللي لازم للجسم يلي كلنا عنا إياه، والمسج بتوقف قبل وقتها. في أدوية يلي هلأ عم يستعملون بشي 40 مرض وراثي يلي بتجبر الخلية مع إنه فيها الستوب إنه تضل عم تقرأ البروتين وتكون البروتين. وفينا منقارن بين الخلايا الطبيعية والخلايا من يلي أخذناها من طفل أو طفلة عندهم توحد. واحدة من الجينات اللي لقيناها الغلطة هي إنه البروتين بيوقف، بدل ما يكون طوله هالقد بيكون طوله هالقد. وفي أدوية معروفة يلي بأمراض وراثية ما لها علاقة بالتوحد تجبر الخلية، تريكس يعني بتعمل مثل بتتحايل على الخلية المضروبة إنه تضل عم تكفي صناعة البروتين لتعمله كامل. في شغلة تانية كتير مهمة لنلاقي الجينات، في كتير أهل مثلاً بتقلن ولا في هالمرض التوحد بيكونوا مثلاً بيقربوا بعضهم بيقولوا إيه خلاص ما بقى بدنا نجيب أولاد. لما تلاقي الجين المضروبة بالعيلة فيك تأمن إنه مع الحبل المقبل الأولاد المقبلة فيك تأمن إنه ما يكون مصاب بهيدا المرض. هيدي واحدة من الفوائد، هيدي واحدة من الفوائد وكتير مهمة إنه يقدروا يضلوا عم بيجيبوا أولاد إذا بدهم يجيبوا أولاد، وإنه فيها تودي يعني لما نفهم البروتين شو عم يعمل وكيف فينا نتحايل على الخلايا ليعوضوا نلاقي علاجات جديدة مش بس لأمراض مرض التوحد عند هيدي عدة أمراض كمان عدة عصبية. أمراض بس كمان يعني مش بس التوحد بلبنان بس يمكن أمراض تانية ومرض التوحد بالعالم كله هلأ هيدي الجيني اللي حكيتي عنها هي حصراً بالشعب اللبناني؟ لحد هلأ طبعاً العلم مع الوقت بيتطور حتى تقدر تبرهن إنه هيدي جيني جديدة بدك تورجي إنه مثلاً جبرنا نفحص شي 200 شاب وشابة من الأي يو بي لنأكد إنه هيدي الجيني منا مضروبة هيك تلقائياً عند الشعب اللبناني. بس فيكن تعملوا ريبليكيشن أو يمكن للدراسة إنه إعادة تطبيق إذا بدكم بغير مجتمعات حتى تتأكدوا إنه منا حصراً بس بالشعب اللبناني. بدك مولة مصاري مكلفين إن شاء الله بتلاقوا الدعم اللازم لتكملوا هيدي الأبحاث. عندي سؤال هون بيختص بالأهل، يعني نحن حكينا عن الطفل المتوحد والمعاناة اللي بيعانيها وأنا مأكد أنه الأهل بيعانوا كمان أهل. هل في برامج تدريبية للأهل؟ نحن منعتبر بالمركز عنا بالأيو بي أنه الفريق المعالج أهم فاكتور فيه الأهل. يعني لما الأهل بيتفاعلوا معنا وبيكونوا هن قسم من الفريق المعالج، يعني منعلمهم ونحن بنعمل مثل بنعمل الجلسات ونعمل جلسات تدريبية للأهل ونعطيهم صور، ومرات وقت الحجر ما قادرين نشوفهم نعمل فيا فيديو فيا زوم نعمل ميتينجز معهم لنعلمهم كيف يتعاملوا مع الولد ليصير يتجاوب معهم ليتعلم. الأهل أهم فريق بالعلاج. وايضا هناك في جمعيات مثل Open Minds اللي هن كمان بيساهموا بدمج الاطفال المتوحدين بالمجتمع، ويمكن ايضا لهم مساهمات بالابحاث اللي تشتغل على التوحد. هلا انا وياكي رح نسمع اجوبه مدام غيدا رباط يلي هي رئيسه Open Minds بهالتقرير. أسست جمعية Open Minds سنة 2012 من مجموعة أخصائيين وأهل، وكان هدفها التوعية والتغيير وتأمين المساعدة للأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. العيادة هون عيادة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الأمريكية واللي بتديرها دكتورة بستاني، اللي نحن الجمعية منقدم فيها مساعدة للأولاد ولعيالهم. والهدف الثاني واللي قدرنا نحن نحققه هو التوعية
والدمج المدرسي للأولاد اللي قدرنا نعمله لليوم ب 26 مدرسة بلبنان. والهدف الثالث واللي هو نحن بدنا نحكي عنه هو الهدف اللي قررنا نساعد فيه الكلينيك ودكتورة بستاني بالأبحاث الجينية اللي هي عم بتقوم فيها. من دون الأهل ما ممكن إجراء أي فحص جيني ولا أبحاث، لأنه الأهل هن الحلقة الأولى بهالفحوصات، هن اللي بدهم يعطوا الموافقة تبعهم، وهالموافقة بتندرس وبتكون عندها صعوبات كتير لتتاخد بالأول من قبل الدكتورة بستاني، وهالموافقة كمان اللي بتتجدد كل سنة. الأبحاث ما عندها أي خطر على الأولاد أبداً، والأهل بيعطوا موافقتهم، ودكتورة بستاني بتقوم بهالأبحاث. وهالشي شو بيساعد الأهل؟ ممكن يساعد الأهل لتفادي إذا صار في عندهم أوريدي حالة بالعائلة، أنتو ما يصير عندهم وضع تاني بالعائلة، لأنه ممكن يعرفوا كيف يتفادوا هالمشكلة مرة تانية بعائلتهم. أكيد مشكورة الجمعيات يعني اللي بتساهم واللي بتدعم فعلاً يعني كل المشاريع البحثية. شو بتحب تقولي لأوبن مايندز؟ بدي أقول لأوبن مايندز خصوصاً، بس بدي أقول لكل الNGOs، لأنه أنا وأوبن مايندز نحن منتشارك مع كتير من الNGOs. أوبن مايندز NGO يلي مثل ما قالت تفضلت وقالت مدام غيدة رباط، بيساعدوا الأهل بعبء التكاليف تبع العلاج، بيساعدوا بالعبء التكاليف بالمدارس، بيساعدوا كمان يمكن ما لحقنا نحكي انه بيساعدوا بمجالات العمل حتى يسهلوا امور لما يكبر الولد وصار عنده قدرات وبيقدر يشتغل. وشغلي ولا ان جي او بلبنان بعد بلشوا يعملوها، واوبن مايندز يعني ثلاث ارباع مش ثلاث كثير من النجاح بالاكتشاف الجينات والدراسات هني مولوا، هني مولوا لهم الفضل، الفضل لانه بمولوا ابحاث. هيدي فكره بامريكا وبالغرب كثير موجوده، عندك بيرنت اسوسيشنز يلي بيامنوا لما الحكومه تقصر هني بيعطوا مساعدات للباحثين والحكماء ليعملوا. اوبن مايندز اول ان جي او بلبنان يلي سند الابحاث العلميه، وانا بحييهم. أكيد كلنا من حيون طبعاً. بتعتبر الجمعيات اليوم عم بتحل محل الدولة؟ بدي أحكي عن شغلي يلي كتير مهمة بلبنان بالرغم من الصعوبات اللي عم نقطع فيها، هي الفيلانثروبي، يعني الإحسان والعطاء عند الشعب اللبناني لمساعدة الNGOs شيء بيشرف وبيرفع الراس. هذا شيء ممتاز، ونحن هون كمان بدنا نحيي عمل هالجمعيات ودورها الفاعل بالمجتمع بزقفة كبيرة. بالإضافة للNGOs ودورهم الفاعل بالمجتمع، كمان هناك في مبادرات فردية، وفي مدرب سباحة توني يموني أخذ على عاتقه كمان يساعد أطفال التوحد ويعلمهم السباحة. خلينا نشوف سوا بهالتقرير عبر زوم. مساء الخير، حبيت أطلع معكم ببرنامج The Researcher أخبركم عن تجربتي مع الأطفال اللي عندهم توحد. الناتاسيون السباحة للولد اللي عنده حالة توحد بتساعده كتير، بتشد له عصبه، بتشد له جسمه كثير، وبتعوده على الاوتو ستيمولاسيون، بيروق بيطلع من البيسين كثير مبسوط مرتاح. السباحه بتخفف له كثير الايبر سنسيبيليتي سنسوريال اللي هي اللي عنده اوتيست ما في يحط ايده على حيلا شيء بيتضايق، يعني يمكن في اذا حط ايده ماشي بيتضايق بينزعج بشيل ايده. المي بتعوده كثير بصير اكثر مرتاح مع هالخبريه بكثير. الاي كونتاكت مع الولد كثير مهم، بما انه الاوتيست بيكون اذا عم تحكي ما بيطلع فيك وما بيرد، بس هو بيكون انفيت عم بيسمعك شو عم تحكي وشو عم تطلبي منه. نطلب على طول من الاهل يصوروا فيديو تيفرجوه هو شو عم بيعمل وقد ايه هو مبسوط والحاله اللي عم يتقدم فيها. كل مره بنفرجيه انه صرت عم تعمل هون احسن وهون احسن. في اولاد بنستعمل معهم البيكتوغرام، بنفرجيهم على صوره شو لازم يعمل او على فيديو لحتى يتقلدنا، بيتعود على وقت معين، بصير هو حافظ الوقت ومحمس انه يجي على هيدا الوقت، يعني ما فينا نغير له كثير باوقاته، بحب المطرح ما يكون في ضجه، البيسين له هي الشغله كثير كثير بحبها، بحب المي كثير مش شوي،
الولد عنده فوكابولير معين لازم نحفظه اياه هون، ومش كل مره نغير له، بما انه هو عنده الحاله اوتيست بحب التكرار، بحب يعيد الشغله كذا مره. مش هيك السباحه هي بتساعده انه بالتكرار يضل يكرر الشغله. السباحه هي بالنهايه ريتم معين، رياضه ذاتيه، بضل يعيد الشغله كذا مره. هيدا الشيء كثير بيرغبه انه يضل يسبح قد ما بدك، وهو من النوع اللي ما بيتعبوا كثير، بيسبح بيروح وبيجي كميات. هلا عم نحضر ولد كمان على كومبيتيسيون خصوصي لهم. ككوتش تنبسط تعمل انجاز انك علمت حدا وصار يسبح عنده اي حال، ان كانت ليزوميك او اوتيست، كل شيء ولد بتحسي انه بحاجه انك عم تعطيه من كل قلبك بتلاقيه كثير عم يتحسن معك. هون بتصير تشوفي بحالك انت قد ايه انت عامله انجاز. اهم شيء انك تكسري الحاجز بينك وبين الولد، بتخليه يوثق فيك ويحبك. بحب ذكر انه البيسين مطرح كثير بيرتاح فيه الولد غير الرياضات البقوي، لانه ما في عنده اختلاط مع رفقاته او شيء هيك، هون بيقدر يعمل شو ما بده. نتمنى على الاهل اللي حابين يعلموا انه يعلموا اولادهم من صغر، بلشوا يعودون على المي من صغر لحتى يكون اهين بكثير الشغل معهم. بحيي لتوني وبحيي كل اللي بيعلموا سباحه، لانه عن جد إلى محل بالعلاجات وبال feeling good للأولاد، وتعطيهم confidence اللي عندهم احتياجات خاصة توحد أو غير التوحد. يعني النشاط البدني كمان بيساهم بتحسين نوعية الحياة عند الطفل المتوحد، والسباحة يعني. خاصة يعني لكل الأسباب اللي ذكرها توني. شيء كتير حلو كمان نحن بدنا نحييه لتوني، توني يموني. خلينا نطلع شوي من جو الأبحاث ونروح للطفولة يلي هي حنين فعلاً للماضي البريء والذكريات. رح نشوف فيديو أنا وياكي ونشوف إذا رح تسترجعي جزء مهم من طفولتك. نحضر سوا. مساء الخير، أنا أختها للدكتورة روز ماري بستاني. نحن من نحن وصغار كنا نلعب حكيم ونيرس، يجينا على عيد الميلاد علب فيهم إبر بلاستيك وستيثوسكوب بلاستيك. بس هي وعمرها 2.5 3 أول ما شافت الستيثوسكوب تبع بيي كان حكيم، مسكته وحطته بتمها. بقى كلنا كنا نضحك أنه رح تصير حكيمة، بس يعني ما عدنا جبنا سيري. بعدين طبعاً درست ميديسن وتخصصت بهارفارد بأمريكا وحلقت. واللي بقدر أقوله عن أختي أنه طول عمرها قلبها كتير كتير طيب، هي شخصية قوية جبارة، تشتغل من كل قلبها وبكل نيتها وبكل إرادتها، بس ما في أرق من قلبها، وبتمنى لها كل الخير قد ما هي عاملة منيح مع ناس، قد ما بتساعد عالم. تبقى مستوية بالليل بتلفنونا الأهالي، بتلفنونا من كل العالم، مش بس من لبنان ومن سوريا ومن العراق ومن لندن، ودايما بتلاقيها بتعطي أكتر من ما عندها طاقة، وهيك ناس الله دايماً بيوفقهم، وأنا كتير كتير فخورة فيها. كأخت بحب أنه تهتم بحالها أكتر من ما هي بتهتم كتير بالعالم وبتنسى حالها. يعني بحبها أنه ترتاح شوي وتستمتع بالحياة شوي قبل ما نكبر كتير وتبطل فينا. بس هي على اللي بتعمله كتير مهم، وبيستاهل كل الدعم وكل المساعدة وكل الإيمان، وأنا بقشع حالي فيها. أبداً. كلام كتير حلو، حاسس الدمعة بعينك كأنها. هيدي أختي التوم نورا وبعبدها. الصحفية ولا وأستاذة الصحافي كمان. صحفية نورا بستاني. صحفية مشهورة، وهي برعت بمجالها كمان، وكتير بنسند بعض. هي بتأكد إنه أنا عم باكل، وإذا ما صرت بتجي بتعيط علي بتقلي فوتي نامي. يعني من دونها يمكن 3/4 الأشياء اللي بعملها ما بقدر بعملها. يعني عم بتكون الأم والبي والأخت، يمكن كل شيء تقريباً بحياتي. ومرات بنتشارع. بتتشارع كتير. خبرتنا إنه أنت عندك هيك يعني هواية من أنت وصغيرة، كنت تلعبي لعبة الطبيبة. قد ايه بعدها لليوم الطفل الطبيبي او لعبه الطبيبه جواتك انه محرك لعملك اليومي؟ هو بالنسبه لي اللي بعمله
مش عمل. أنا بالنسبة لإلي هيدي إرادة ربنا وماي باشن، شغوفي بهيدا العمل، شغوفي كتير. ولما أروح على الشغل مش رايحة إجر لورا إجر لقدام، ببقى ناطرة مناطرة لأقدر أعمل. بنبسط بتلاميذي لما يبرعوا وبيبعتولي وين صاروا بالعالم، مثل حدا مقبضني ملايين الفريش دولارز. يعني هيدي شيء شغف وباشن، وإذا الواحد ما بيحب هالشيء ما في يعمله. يعني بدك تحبه من كل قلبك. يعني أنا شو بيبسطني مثلا ولد إجا لعندي ما كان عم بيحكي وما كان عم بيتطلع فيي، بعد لنقول أشهر من الشغل بيجي بيقول لي هلو دكتور روزي أو جيف مي فايف، يعني مثل المقبضني مليون دولار، شيء عظيم. طب بكلمتين شو بتقولي لليوم لشقيقتك التوأم نورا بستاني؟ نورا من دونك ما قدرت أعمل شيء، وأنا فخورة فيكي، وبفتكر قسم من النجاح تبعي بيرجع لأنه نحن أقوى من غيرنا، لأن نحن اثنين، نحن توم، two better than one. تحية كمان لنورا بستاني. هلأ رح ناخد بريك ومن بعدها خمسة على خمسة. ومنرجع مع خمسة على خمسة. خمس أسئلة سريعة، بدي إجابات كمان سريعة عليهم بكلمة أو بكلمتين. أي مكان بتحبي تقعدي فيه وحدك؟ بالبركة. أي بركة فيهم؟ سباحة. أوكي. أكتر جملة بتسمعيها من أهل عندهم طفل متوحد؟ كتير نطرنا لنشوفك على هالموعد. قدي بياخد الموعد عادة؟ مرات ثلاثة شهور. كمل الجملة، إيد وحدة ما بتسقف بس أنا لوحدي قدرت إجمع حوالي ناس تساعدوني. شو يلي ممكن يخليكي تقلقي من فكرة الوحدة؟ ولا شيء. ما في أي قلق؟ قلق؟ أي أبدا. سمي شيء بيمنعك تندمجي مع ناس أو بالعمل. الكذب. وهلأ قضية دكتور روزماري بستاني. دكتور روزماري بستاني، بدي أتشكر حضورك اليوم. فعلاً أغنيت الحلقة بالمعلومات اللي أعطيتينا إياها عن التوحد، وأنا كنت واحد ما بعرف كتير عن هيدا المرض. بدي منك هلأ تعلني عن قضية تقدري تخدميها من خلال أبحاثك، وبيكتب The Researcher راح تدوني عنوانها أكيد بالقلم يلي مكتوب عليه اسمك. تفضلي. عندي أمنيتين بالحياة، معلش رح تسمحوا لي بدي أحكي عن أمنيتين. واحدة منهم إنه التلاميذ اللي عم يطلعوا معي كان بالمختبر أو بالعيادة، أنا بنتظر بشغف وفرح لما يقدروا يجوا ياخدوا محلي. تاني أمنية بترجع لمشروع يعني تقريباً كلمة بكلمة قالوه، الـ A positive يلي هو مركز، وهيدا الشيء نحن عم نكونه مع Open Minds وحتى أفراد من برات Open Minds يلي ما عنا اسم لقلو، بس بالوقت الحاضر اسمه The Bee Village Community. وتقريباً كانوا عم يوصفوا الشباب يلي هن المستقبل تبع بلدنا وشغلي أنا، إنه يكون في مركز للعيش، للبسط، للتأهيل، للشغل، للانسجام مع البيئة اللي حواليهم والدمج بالمجتمع، ويكون عندهم سويمينج بول يسبحوا فيها. هاي دول الأمنيتين تبعولي. دمج المصابين بالتوحد بحياتنا الخاصة والعملية صار رسالة وأمر مؤكد من قبل كل مين حضر حلقتنا الليلة. ملتقانا بتجدد الأسبوع المقبل بموضوع آخر من The Researcher. تصبحوا على ألف خير.